كان من المتوقع أن يتم إيداع مشروع قانون العدالة الانتقالية وضبط أسس ومجال اختصاصها اليوم بمكتب المجلس ومكتب الضبط، إلا أنه بعض يعني التأخير في طباعة هذا القانون جعل إمكانية إيداعه اليوم صعبة، لكن تم إمضاؤه من طرف المقررة، تم وضع نسخة على ذمة مكتب المجلس لدى مستشارة اللجنة، وغدا صباحا إن شاء الله سيكون بمكتب المجلس. وقد تم التعجيل بإعداد هذا التقرير على اعتبار أنه السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي سيقوم بالإعلان عن استئناف المجلس لأشغاله ربما غدا، وقد يتوقع يعني اجتماع مكتب المجلس يوم السبت. نحن نأمل أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية ضمن رزنامة عمل مكتب المجلس يوم السبت، ويحدد له موعد للمناقشة في الجلسة العامة. لجنة التشريع العام حرصت على أنه المشروع يكون جاهز ومودع بمكتب المجلس قبل الاجتماع، اجتماع المكتب المتوقع والمحتمل يوم السبت إن شاء الله. قانون العدالة الانتقالية هو من ضمن الأولويات اللي لابد أن ينظر فيها المجلس، وكانت الأولويات المعروضة قبل اغتيال الشهيد محمد إبراهيم هي هيئة الانتخابات، هيئة القضاء، القانون الانتخابي، الدستور، وقانون العدالة الانتقالية، تمسن قانون المتعلق بهيئة القضاء، تمسن قانون المتعلق بهيئة الانتخابات، ونحن بصدد فرز تركيبتها واختيار أعضاها. والآن نحن قد أعددنا مشروع قانون العدالة الانتقالية التي سيكون غدا إن شاء الله بمكتب الضبط، ونأمل أن يحدد له موعد للمناقشة في الجلسة العامة.